كازار مخصيني صوالح ايوا وبغيت نشريهم، وكنت هكا نوريلكم زعما الدعوه كي راهي دايره وكاع، وليتكم تحوسوا معايا شويه ونشوفوا الى راه حاطين قش تاع رمضان ولا لا. نشوفوا الدعوه تاع رمضان كي تجي لهنا في الخارج هيا، ورانا رايحين دروك، عندكم حتى واحد مكان في الطريق، رانا غير بغيت نصور لكم هذا المنظر. شوفوا كي شباب ما شاء الله، شوفوا السما كي راهي مغيمه ومع الكولزة هذه اللي راهم لاخرونها اللي راهم غارسينها، وانا ما نطيش كان نتنفس فيها. هذه جايه بزاف ريحتها قاطعه ومع الحساسيه وكاع راكم عارفين. ولا هنا وصلنا للمغازا، انا رحت للوكلير وفاني كاينين الناس اللي زعما هنا حطوا في اوشون كاع لكم باغيين تروحوا تشوفوا. وشوفوا كل شيء راه مبلع، حاجه مكاش، وحتى زعما الغاشي ويدخلوا بالحساب، ماشي ما تدخلوش كفي رحبه، راهم دايرين لاشين برا ندخلوا كيما راكم تشوفوا من هنا في الباب بالحساب، يعني بالزوج بالثلاثه يدخلوا. وشوفوا كل شيء راه مبلع، ولا هنا رانا دينا الماء. والمغازه هذه تاع لوكلير ما كانوش حاطين فيها بزاف بزاف تاع الصوالح زعما تاع رمضان، ايا صافي خرجنا من المغازه حطينا د الماء وحطينا فاني الصوالح اللي رفدناهم، وخرجنا من هذه المغازه ورحنا لوكلير واحد اخر اللي وين كاين العرب بزاف، ايا رحنا في مالا وصبناهم حاطين. دوك تشوفوا معنا شوفوا لهنا ما خلاو لا فارينه ما خلاو حتى حاجه، هذه هي بلاصتها زعما كاع انواع الفارينه اللي يجوا لهنا بصح كاري خاويه. وهذا هو المغازه الزوجه اللي رحنا ليها، حطوا كيما كصوالح حلال وحطوا التمر هذا بصح يجي فيه الدود، انا هذا ما نبغيهش، هذا لا بغيكو ولا المشماش، حطوا زبيب كيما راكم تشوفوا، زعما انواع تاع زبيب، هذا الاحمر والاصفر، هذا كاوكاو على ما اظن، وهذه اللي هنا لك هي اللوز مطحون، وهذه الدقلة ولا التمر مطحون، انواع كوكو، جوز الهند، واللوز بغيت ندي اللوز بصح شفتو شويه زعما طالع البريم على باليش، انا جاني هكا طالع كانوا دايرينو 4.19 4.19 البرقوق. حطوا كل شيء، حطوا الدات كيما هكا فاني في العلب هكا ولا في الساشيات كيما هكا، ومقلوع له العلفه، هذا الجوز ولا القرقاع كل واحد كيفاش يقول له، حطوا المشمش كيما هكا، انا هادو راهم عندي هادو صافي ما شريتهمش جاي من الترك، وحطوا المايز ما على باليش اش تاي العلاقه تاعو مع رمضان مي حطوه كمان. ايوا هذا الجي هذا يعجبني بزاف، انا حطوه مع تاع رمضان ما يجيبوش دائما دائما، حطوه شباب بزاف بزاف ديجا ضيقاتو من قبل، وفيه المرصوه تاع الكوكو ايا، وكاين اناناس وكاين هذاك تاع الفخاز، انا جبت غير تاع الفخاز نبغيه سيليكتو حمود بوعلام هذه دائما يحطوها هي دائما محطوطه كاتبين هكا. ولا هنا حطوا الكسكس تاع الساميه، ما على باليش اللي جرب هذا الكسكس يقول، انا دائما نجيبه من عند ماما كسكس ماما تاعنا ماشي ماما تاع لا مارك. ايوا هذا الديول شوفوا شحال راهم دايرينو، الاول 73 وقيله والزوج 53 سنتيم. هذه الشوربات انواع الشوربه، ولا هنا حطوا الكاطو كيما هكا تاع جميله، ما على باليش مين جاي هذه الماركه تاع جميله، حطوا فيه كيما هكا كاطوات كيما هكا انواع تاع الكاطو. ولا هنا الحلوى كاع الحلال صافي، اي حاجه تاع عرب ولا اي حاجه تاع حلال يحطوها لك حتى ولا ما عندهاش علاقه مع رمضان، كيما هادو زعما الصوالح تاع الاخرى وكاع ما ايوا. هادو مايونيز ولي صوص كيما هكا. ولا هنا حطوا الفارينه هذه هي، وعندك الدروه غير زوج باكيات ولا غير زوج كيلو للشريطه اللي تكون عندك، ولا غير زوج كيلو للبيرسون. ولا هنا هذه هي بلاصه نيشان تاع رمضان اللي دائما كاينه بلا 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 رمضان بلا والو، دائما بعدك تاع رمضان تاع العرب دائما كاينه، فيها هذا الحمص هذا هيا، وفيها الانواع تاع لي صوص، فيها الحميس كيما تقولوا نتوما ولا الفلفله مقليه مشويه دايرينها فاني في
الاخرين، حمص، لوبيا، لي زيبيس كاع الانواع، توابل كاع الانواع، والسميد هادو حاطين لهنا تاع كيلو، ولا هنا فاني انواع تاع الكاوكاو، تاع اللوز، تاع نواه كوكو، السكر الرطب، كاع راه من هنا. جيت نشوف شحال هذا هو التمر، قلت لكم بصح ما يعجبني، جبت واحد اخر جاي من البيسكرا، بصح في مكازا واحد اخر ها في جاي من البيسكرا. ولا هنا كنا نحوسوا على حلوة الترك، بصح ماشي النوع هذا، نوع واحد اخر، ماشي هذا كما نوري لكم فيه. ولا هنا سيليكتو فاني الانواع، وإفريم الفوق، وهذا ما ورد، بغيت نسقسي الناس اللي يحصوه. هذا ما ورد، هذا هو اللي يديروا به الوصفات، وكاع علاش بزاف ناس يقولك ديري ما ورد في الوصفات تاعك لوجهك ولا، ومليح ما على باليش الا هذا هو ولا هذا غير تاع طياب. ولا هنا الرايب، هذا رايب لي من الفوق، هذا ما صورتوكمش مي رايبان. الكوت تاعو شحال شباب، رايبي بالرمان. هايو الكوت تاعو شحال شباب. هادو الصوالح كاع تاع الترك صراحه، تاع فيهم كاع لي فخوماج، لي بات، هذيك الكسره تاع الطاكوس ولا التختيه ولا جايين كيما هكا. هنا غير صوالح الحلال وهكا، ودي فوا زعما كاينين كور يشرو ويحطوهم لهنا يتخلطوا لك، يقلق الواحد هكا وهي يشوف. والجهه اللي منا حاطين فيها صوالح كيما هكا، اللي يبغى يشري زعما واجدين ولا. وسمحوا لي لا راني شاهي فيكم، حتى انا ما ديتش من هادو، غير راني نوري نصور لكم ونوري شي يحطونا في رمضان وكاع. هادو انواع كاع تاع الكاشير، بصح ما كاش كيما الكاشير تاعنا الاحمر تاع البلاد تاع الزيتون، هذاك راه في قلبي بزاف بزاف، توحشتو صراحه. شوفوا حتى هنايا وكملوا الصوالح، انا اللي نبغيه نبغي هذا الحار، هذا هو يعجبني، بصح هكا ما فيش الكوت تاعنا تاع الجزائر. جاي كيما هكا، وديت منه، ديت منه واحد هو عندي في الدار، مي ديت منه. بصح الصوالح الاخرين ما ديتش، هادو ما ديتهمش، حاطينك الدجاج كيما هكا فاني بات بولي غوتي، باه تزيد طيبيه في الدار. هذا الديول، هذا هو اللي قلت لكم زدت ديت منه. ولا هنا حاطين الكبده، سمحوا لي لا راني شاهي فيكم. ايوا الكبده تاع الباف حطوها، ولا هنا نقول لكم شكرا بزاف بزاف اللي وصلتوا حتى لهنا، وان شاء الله يا ربي يدخل عليكم رمضان بالصحه. ولهنا نقول لكم الى اللقاء، الى الفيديو الجاي ان شاء الله، باي باي.